موقع رياض القرآن يقدم فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.